الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس هو كيفية إنقاص وزنهم، فزيادة الوزن ليس فقط تسيء للشكل العام ولكنه أيضا مضر على المستوى الصحي. وهنا نعرض لك أهم طرق للتخسيس بدون الرجيم. أولا، حددي وقت وجبتك وكلي بمعدل بطيء لمدة 20 دقيقة في الوجبة الواحدة، وحاولي أن تتذوقي كل قضمة طعام. ثانيا، كلما تنامين كثيرا كلما ينقص وزنك، فالنوم يقلل معدل السعرات الحرارية بنسبة 6%. ثالثا، ينصح بشرب عصير الليمون أو أكل طبق يحتوي على 3 أنواع من الخضروات، ومن الممكن تناول الفاكهة أيضا قبل العشاء. رابعا، تناول الشوربة قبل وأثناء الغداء، وذلك لأنها تقلل من سرعة تناول الطعام بالإضافة إلى أنها تفقدك الشهية سريعا. خامسا، اشتري مقاسا من الملابس ترغبين في لبسها ذات يوم وضعيها أمامك باستمرار حتى يكون بمثابة جائزة لك إذا انتظمت على جميع الخطوات. سادسا، قللي من السكريات واستبدلي المشروبات السكرية مثل الصودا بماء أو عصير فواكه طبيعي، وسوف توفرين 10 وحدات سكر. سابعا، استخدم الأكواب الطويلة أو الرفعة بدلا من العريضة، فهي ستجعلك تشربين أقل من العصير أو الصودا بنسبة 30%.